نحن اليوم أيها الأحبة الكرام نتكلم عن هؤلاء الملائكة الذين يحفون فوقنا، ونسأل الله تعالى أن يكون مجلسنا ممن من المجالس التي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكره الله تعالى في من عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا أن يقال لنا في ختامه قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. إن الكلام عن الملائكة منهج كان الأنبياء يحدثون أقوامهم عنه، وكان نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس مع أصحابه فربما حدثهم عن الملائكة دون أن يسألوه. جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما كما روى أبو الشيخ في العظمة وهو حديث حسن، ثم قال لأصحابه: إن الله قد أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. لم يسأل أحد من الصحابة في تلك الساعة النبي صلى الله عليه وسلم عن حملة العرش، ولم يسألوه عن أنبياء العرش، إنما كان عليه الصلاة والسلام يذكرهم دائما بالملائكة ليعلموا أنهم إن كانوا يعبدون الله فهناك عباد لله تعالى غيرهم. إن استكبر أحد عن العبادة فعند الله تعالى من يعبده ويتقرب إليه ويذل له دون أن يستكبر عن ذلك. قال: إنه قد أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يحدث أصحابه بأخبار الملائكة، يحدثهم بعبادة الملائكة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في السنن، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال: إن لله تعالى ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم قائمون، وإن لله تعالى ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم راكعون، وإن لله تعالى ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم ساجدون. قال: فإذا نفخ في الصور يوم القيامة ورفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الله تعالى قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وفي السنن أيضا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع، يعني ثقلت السماء. والأطيط هو الصوت الذي يصدر من الرحل الجديد إذا ركب عليه راكب ثقيل. الرحل الذي يوضع فوق البعير يكون مصنوعا من ألواح وموضوع بينها شيء من الخيوط والقماش وما شابه ذلك، فهم يربطونه بالحبال ثم يضعونه على البعير، فإذا كان جديدا وركب عليه راكب ثقيل صار له مع المشي أطيط، صرصرة، صوت. فيقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء، يعني صدر لها صوت، قال: وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. إذن لما نتكلم عن الملائكة هو منهج كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم به مع أصحابه، بل كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا بالملائكة. قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه لما تقدم ليصلي بهم ثم التفت إليهم قال لهم: ألا تصفون كما يصف من؟ كما يصف الحواريون مع عيسى؟ أم قال: كما يصف المؤمنون مع موسى؟ أم قال: كما كان يصف أبناء آدم معه؟ كلا. قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. كان يربطهم دائما بالملائكة، ويقول عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح: إن العبد إذا قام يصلي واستاك قبل صلاته، إذا قام يصلي الليل واستعمل السواك قبل صلاته، أقبل الملك يستمع إليه، فإن كان قد استاك يعني طيب فمه صار الملك يقترب منه حتى يضع الملك فاه على فيه. قال: فما يخرج صوت من القارئ إلا وقع في جوف الملك. هذا نوع من الربط بين البشر وبين الملائكة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أذى الملائكة، لا يجوز لنا أن نؤذيهم. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا
وفي رواية فليعتزل مصلانا، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، وفي رواية مما يتأذى منه بنو آدم. فأمرنا بالأدب مع الملائكة، أمرنا باستشعار أن الملائكة فوقنا في مجالس ذكرنا، أمرنا باستشعار أني إذا قمت أصلي واستكت تسوكت فإن الملك يقترب مني، أمرنا باستشعار أني إذا كنت في المسجد وكنت بعد الصلاة جالسا فإن الملائكة تستغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا صلى ثم لبث في مصلاه لم تزل الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم أو يحدث. إذن هذا الارتباط بالملائكة، ملائكة يصلون معنا، أمرنا أن نصف كما تصف الملائكة، أمرنا أن نطيب روائحنا لئلا نؤذي الملائكة. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الملائكة أحيانا يلتصقون بنا عند النوم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن العبد إذا نام طاهرا يعني متوضئا يبيت معه في شعاره ملك. والمقصود بالشعار ذكر أهل اللغة أن اللباس الذي يلبسه الإنسان ينقسم إلى قسمين، شيء يسمى شعار وشيء يسمى دثار. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لما خطب الصحابة في معركة حنين، خطب في الأنصار وكان عليه الصلاة والسلام قد قسم الغنائم وأعطى بعض مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة، أعطاهم لأجل أن يجذبهم للإسلام، والأنصار وكلهم إلى إيمانهم، أعطى أولئك الأولين لأجل أن يزيد إيمانهم بالمال، أما الأنصار فإن عندهم من الإيمان والثبات على الدين ما لا يحتاجون معه أنك تعطيه بقر أو غنم حتى تزيد إيمانه. فكأن بعض الأنصار وجد في نفسه فرق النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وخطب بهم. قال عليه الصلاة والسلام لهم وهو يخطبهم قال الناس دثار والأنصار شعار. والفرق بين الدثار والشعار، قالوا إن الشعار هو اللباس الملاصق للجسد والدثار هو اللباس الذي فوقه. فأنت إذا لبست لباسا ملاصقا لجسدك هذا اسمه شعار لأنه يلامس شعر جسدك، والدثار هو الثوب والرداء وما شابه ذلك. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام عن العبد الذي يبيت وهو طاهر، يقول يبيت معه في شعاره ملك، ما ينقلب على جنب إلا قال الملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يستيقظ. وهذا أيها الأفاضل نوع من ارتباط الملائكة بنا، من ارتباطهم بنا عند طعامنا وعند صلاتنا وفي الجهاد في سبيل الله، يؤيد الله تعالى من شاء من عباده بالملائكة، وارتباطهم بالعباد في مجالس الذكر، أي مجلس ذكر تذكره سواء في مسجد أو في بيت أو في مدرسة أو في غير ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة تأتي تحف هؤلاء الذاكرين. هؤلاء الملائكة الذين لهم هذا الارتباط لا بد أن نتعرف عليهم، كيف خلقوا، متى خلقوا، ما علاقة الملائكة بالجن، هل إبليس كان من الملائكة أصلا أم ليس منهم، ما مقدار عبادتهم، ما هي الأشياء التي تؤذي الملائكة، هل الملائكة يتشكلون بصور، كم عدد الملائكة، ما علاقة الملائكة بالأنبياء والمرسلين، هل يمكن لنا اليوم أن نرى الملائكة، هل رأى أحد الملائكة على صورتهم الحقيقية، هل الملائكة اليوم يمكن أن ينزلوا على أحد من الناس عند حاجة يرسل الله تعالى ملكا إليه؟ تعالوا نتحدث عن ذلك أيها الأفاضل خلال ما تبقى من دقائق من خلال أربع مسائل. المسألة الأولى خلق الملائكة. الملائكة خلقهم الله تعالى من نور، وقد نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، فذكر أن الله تعالى خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. والمارج من نار هو لما تشعل نارا ربما يكون في أعلاها لهبا في أعلاها لهب يختلف عن لون بقية النار، ربما كان مزرقا أو نحو ذلك. فخلق الجن من مارج من نار يعني من الشاذ من النار خلقت الجن منه ومنهم إبليس. قال عليه الصلاة والسلام وخلق آدم
مما وصف لكم، الذي وصف لنا أن الله تعالى خلقه من طين لازب. فذكر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة خلقت من نور، والملائكة قد خلقوا قبل أن يخلق الله تعالى الإنس وقبل أن يخلق الجن، خلقهم قديم. فإن الله جل وعلا خلق الملائكة المسبحة بقدسه، وخلق الملائكة العباد، ثم خلق الله تعالى الجن وأسكن الجن في الأرض، لكن الجن عثوا في الأرض فسادا وفجورا، فبعث الله تعالى إليهم الملائكة فقاتلتهم وأخرجتهم من الأرض ورمتهم في جزائر البحر كما في الحديث. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني سأخلق الإنسان. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يا ربي أنت قد جعلت في الأرض من قبل مخلوقات فأفسدوا في الأرض حتى أمرتنا فأخرجناهم من الأرض لا يستحقون أن يعمروها، الآن يا ربي تخلق خلقا آخر نخشى أن يفسد في الأرض كما أفسد الأولون، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إن كان المقصود يا ربي العبادة والتقديس والتحميد فنحن نقوم به. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة إلى آخر الآيات. فأول ما خلق الله تعالى الملائكة، ثم خلق الله تعالى الجن، ثم كان منهم من الإفساد ما كان، ثم خلق الله تعالى بعد ذلك الإنس. وجعل الله تعالى الملائكة أصنافا، هؤلاء الملائكة منهم الموكلون بالرسالة. وكلمة ملك، كلمة ملك معناها إرسال، يعني الألوكة هي الرسالة. فلما تقول لأحد: بعثت إليك ألوكة، يعني بعثت إليك رسالة. فملك أصلها ملأك، يعني رسول بين شخصين، والألوكة هي الرسالة. فمن الملائكة لهم وظائف متعددة، وهي المسألة الثانية، لهم وظائف متعددة. من الملائكة من هم موكلون فقط بالرسالة ما بين الله وبين العباد، كما جاء ذلك في وصف جبريل عليه السلام: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. وكان جبريل عليه السلام لا ينزل فقط على نبينا عليه الصلاة والسلام، كلا، بل كان ينزل على المرسلين، فكان ينزل إلى موسى وينزل إلى عيسى وينزل إلى من قبله من الأنبياء. جبريل ليس مختصا فقط بمحمد عليه الصلاة والسلام، كلا، بل هو عام لجميع الأنبياء. تخصص جبريل الرسالة ما بينه وبين رسل الله تعالى. ومنهم ملائكة، ولذلك لما سألت اليهود نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من الذي يأتيك بالوحي؟ فقال لهم جبريل. قالوا: هذا عدو اليهود من الملائكة. وذلك أن جبريل كان ينزل إلى موسى عليه السلام بفضح ما تخطط به اليهود له، كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام لما جعل قومه في موضع وذهب إلى الطور ليتلقى التوراة ويكلم الله جل وعلا. بعث الله تعالى إليه وأوحى إليه أن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فكان جبريل ينزل بأخبار بني إسرائيل يخبر بها موسى، فيأتي موسى إليهم وهو يعرف أخبارهم السيئة التي فعلوها، فاتخذوا جبريل عدوا، قالوا: هذا عدو اليهود من الملائكة. فأنزل الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فجبريل عليه السلام هو الرسول ما بين الله جل وعلا وما بين الأنبياء. وأيضا ليس فقط جبريل الذي يكون رسولا، كلا، بل ربما بعث الله تعالى رسلا آخرين إلى أنبيائه، لكن كبيرهم جبريل. في الحديث الذي أخرجه الترمذي وذكره أبو الشيخ في العظمة وغيره أيضا، أنه بينما جبريل يوما كان يتحدث مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذ انشقت السماء ونزل ملك من السماء، فتضعضع جبريل وقعد، ثم نزل هذا الملك إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك أخيرك بين أن تكون ملكا نبيا أو تكون عبدا نبيا. والأنبياء قسمان كما تعلمون،
منهم من كانوا أنبياء لكنهم ملوك، مثل سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام في حياته ما سمع كلمة يا مجنون، يا ساحر، يا كاهن، يا كذاب، لأن عنده جند وحرس وخدم وحشم وجيش، ما أحد يتجرأ أن يقول له هذا الكلام أصلاً. سليمان عليه السلام لم يمر به يوم يربط حجراً على بطنه من شدة الجوع، وهو عليه الصلاة والسلام نبي كريم له جلالة القدر، لكن الله تعالى جعل له ملكاً. وداود عليه السلام أيضاً كان ملكاً، لكن من الأنبياء من هو عبد نبي، يعني من عامة الناس، يجوع كما يجوعون، يعطش كما يعطشون. ومنهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. فلما خير هذا الملك نبينا صلى الله عليه وسلم، هل تريد أن تكون نبيا ملكا أم تكون نبيا عبدا، أشار له جبريل أن تواضع، فقال صلى الله عليه وسلم بل نبيا عبدا. ثم ارتفع ذلك الملك إلى السماء، فقال جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال إن هذا الملك ما نزل قبل ذلك إلى الأرض أبدا، هذا الملك الذي جاءك ما نزل إلى الأرض أبدا قبل اليوم مطلقا. قال فلما تضعضعت، لما خفت وجلست؟ قال ظننته قد نزل بقيام الساعة. والحديث صحيح في العظمة وفي غيره. فكان الأنبياء ليس فقط جبريل الذي يأتي بالرسالة، لا، هناك غيره من الملائكة يأتون إلى الأنبياء بالرسالة، لكن أشهرهم جبريل عليه السلام، وهو الذي أرسله الله تعالى إلى مريم، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. روحنا يعني ملكنا عبدنا، هكذا، ليس المقصود أنها روح خرجت من ذات الله جل وعلا، لا، وإنما روحنا يعني ملكنا، خادمنا، عبدنا، رسولنا. فإن جبريل يطلق عليه كلمة الروح، كما قال الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في ليلة القدر، يعني تنزل الملائكة ويتنزل جبريل فيها لعظمة جبريل، ذكره باسمه. فهو يرسل إلى من شاء الله تعالى من الأنبياء. من الملائكة من وظيفتهم القطر، وجاء النص على ميكائيل عليه السلام. وميكائيل ليس هو فقط الذي هو مسؤول عن القطر، بل معه أيضا ملائكة أخر، لكن هو كبيرهم. كما أن جبريل ليس هو وحده المسؤول عن الرسالة، هناك ملائكة معه لكن هو كبيرهم، كذلك ميكائيل. ومن الملائكة من هو مسؤول عن النفخ في الصور، وهو إسرافيل. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وهذا من الآثار التي تروى، يعني فيما ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين ونحوه، ولم يذكر له سندا. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء، قال لجبريل ما لي أرى إسرافيل غير ضاحك قط، أو قال ميكائيل، فقال إنه لم يضحك منذ خلقت النار، وذلك من تعظيمهم لله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام عن إسرافيل، الحديث في البخاري، يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه. القرن هو الصور الذي ينفخ فيه، وقد سمي القرن لأنه يشبه القرن. وأنت إذا جئت إلى قرن الشاة تجد أنه يكون واسعاً عند أصل الرأس، ثم يكون أصغر فأصغر، فلو أنك أخذته وفرغته من المادة التي فيه من العظم، ثم أصدرت صوتاً من المكان الأضيق، لوجدت أن الصوت يكون أعلى. هذا يسمى صور، وكانت العرب في السابق وغير العرب كانوا يستعملونه. فيقول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه، وخفض ليتا ورفع ليتا ينتظر متى يؤمر. خفض ليتا ورفع ليتا، يعني خفض أذنا ورفع الأخرى، وهذا يفعله الإنسان أحيانا. أنت إذا قال لك واحد كلام ثم لم تسمع، تجد أنك تميل برأسك وتقول ماذا تقول، تميل برأسك، هكذا جرت العادة عند الناس أن يفعلوا. فيقول عليه الصلاة والسلام إن ملك اللي هو إسرافيل الموكل بالقرن النفخ في الصور قد رفع ليتا وخفض ليتا ينتظر متى يؤمر. وهذا أيضا من وظائف الملائكة. من الملائكة من هم موكلون بقبض الأرواح، وقد اشتهر بأن اسمه عزرائيل، لكن لم يثبت ذلك،
في حديث صحيح، لكن سمي ملك الموت كما قال الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وليس الذي يقبض الأرواح هو فقط ملك الموت، لا، بل معه ملائكة آخرون. ذلك الله جل وعلا يقول: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا، ما قال توفاه رسولنا ملك واحد، لا، إنما توفته رسلنا، فهو ملك لكن له أعوان يساعدونه في قبض الأرواح. والله جل وعلا يؤتي هذا الملك من القوة ما يشاء سبحانه وتعالى. وذكروا لهذا الملك أخبارا، من ذلك ذكروا أن سليمان عليه السلام جلس مرة في موضع ملكه وعنده وزير كان وزيرا من قبله عند أبيه داود، ثم أصبح بعد ذلك عند سليمان. فدخل رجل وجعل يتحدث مع سليمان وينظر إلى هذا الوزير نظرات فيها نوع من الاستغراب ويعني الخوف. فلما خرج الرجل قال هذا الوزير وكان شيخا كبيرا، قال: يا سليمان، من هذا؟ قال: لما؟ قال: إنه كان ينظر إلي نظرات أخافتني، فمن هو؟ فقال له سليمان عليه السلام: هذا ملك الموت. قال: يا نبي الله، أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان. قال: لما؟ قال: أخاف أن يقبض روحي. قال: لا عليك. قال: أسألك بالله أن تأمر الريح وتحملني إلى أبعد مكان، إلى الهند. وكانوا في فلسطين، وطلب منه أن تحمله الريح إلى الهند. وكانت الهند عند سليمان عليه السلام غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تقطع في الغداة ما يقطعه الناس في شهر، وتقطع في الرواح، يعني الغداة ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، والرواح ما بين الزوال بعد الزوال بعد الظهر إلى المغرب، وتقطع في الرواح مثل ذلك شهر، فهي سريعة جدا. فقال: يا نبي الله، أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني إلى الهند. وكانوا في الضحى، فأمر الله تعالى الريح فحملت هذا الرجل حتى ألقته في الهند. وصل الهند قبل الظهر. فلما كان من الغد أقبل ملك الموت إلى سليمان يسلم عليه، فقال له سليمان: إنك قد أفزعت صاحبي البارحة، بالأمس أفزعت صاحبي. قال: لا تلومني يا نبي الله. قال: لما؟ قال: إن الله قد أمرني أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند، وعجبت أني رأيته عندك في الضحى في فلسطين. قال: فماذا فعلت؟ قال: ذهبت إلى الموضع الذي أمرت بقبض روحه فيه، وإذا هو ينتظرني، فقبضت روحه في الهند. فهذا من أخباره. ومن أخباره أيضا ما رواه البخاري أن الله تعالى بعث ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه. فدخل ملك الموت على موسى وقال له: أخرج روحك. فضربه موسى ففقأ عينه، فصعد ملك الموت إلى الله، قال: يا ربي، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال الله تعالى: يا موسى، ألا تريد الموت؟ ضع يدك على جلد ثور أبيض أو أسود، فلك من السنين تعيشها بمقدار ما تحت يدك من الشعر. قال: يا ربي، وبعدها؟ قال: وبعدها الموت. فقال موسى: يا ربي، فالآن إذن. قد يشكل على البعض لما نقول إن موسى فقأ عين ملك الموت، ويقول: كيف موسى يتعامل مع ملك الموت بمثل ذلك؟ ملك الموت كما ذكر ابن حجر وغيره في الشرح فتح الباري دخل على موسى عليه السلام، دخل عليه وهو في صورة رجل، لم يدخل عليه وهو في صورة ملك. ولما دخل عليه ما قال: لا، أنا ملك الموت سأقبض روحك يا موسى، لا، دخل على موسى وكان موسى عليه السلام رجلا أوتي قوة، فقال اقترب من موسى وتعلق به وقال: أخرج روحك. فموسى عليه السلام دفعه عنه كما ذكر ابن حجر وغيره، وأصابت اليد عينه ففقأها. وإلا ملك الموت الآن، يعني لما واحد يتخيل ما يستطيع أن يقول:
وملك الموت قد فقئت عينه، فهو الآن بعين واحدة لأن موسى فقأ العين الأخرى. كلا، إنما هذا لما كان في صورة رجل فقط، أما ملك الموت فالله تعالى أعلم بصورته. وذكروا أيضا قصة أخرى لموسى مع ملك الموت، ذكروا بأن موسى عليه السلام قال له قومه: يا موسى، إننا قد خفنا من الموت وأفزعنا وأصبحنا لا نسعد بشيء أبدا كلما ذكرنا الموت، فنريدك أن تسأل الله تعالى ألا يرسل إلينا ملك الموت أبدا. خلاص، فدعا الله تعالى، فصار الرجل يكبر والمرأة تكبر تكبر وأبناؤهم يكبرون يكبرون، حتى صار الولد عمره 80 سنة، وعنده في البيت أمه عمرها 100 سنة، وجدته عمرها 120 سنة، وجدت أمه عمرها 140 سنة، وجدت جدته عمرها 160، وجدت جدت جدته عمرها 200، وصار البيت كله عجز وشيبان. يعني أصبح الواحد يدخل البيت وإذا هذا مريض، وهذا يحتاج يقضي حاجة، وهذا يبغى من يغير له، وهذا يبغى ملابس، والبيت فيه 20 شايب ولا 20 عجوز، هذا عمره 800 وهذا عمره 750 وهذا عمره 700. فجاءوا إلى موسى قالوا: يا موسى، لا نطيق الحياة، يعني صارت البلد كلها شيبان وعجائز، وأصبحوا لا يموتون، وهو إذا كبر احتاج إلى من يعينه. قال: فدع الله تعالى أن يعيد إليهم ملك الموت. وهذا أيضا من أخبار بني إسرائيل، لكن يعني يذكر الاستطراف. فالمقصود من هذا أن ملك الموت هو له هذه الوظيفة. من الملائكة من وظيفته القطر، كما ذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى: وما ننزله إلا بقدر موزون ولا معلوم؟ معلوم. قالوا إن الله تعالى يبعث مع كل قطرة تنزل من السماء ملكا يضعها في موضعها من الأرض. وهذا أيضا ذكره حافظ الحكمي في شرح السلم الوصول وغيره. فمن الملائكة من وظيفتهم التحكم بالقطر، من الملائكة من وظيفتهم كتابة أعمال العباد: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتبه، كل شيء يكتب على العباد. ومن الملائكة من وظيفتهم حفظ العباد، يقول الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. طيب، هؤلاء المعقبات من الذي جاء بهم؟ قال: من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، الله هو الذي أمره. وذكروا في معنى ذلك أن الله تعالى يرسل إلى عباده ملائكة تحفظهم من الشرور. تجد الواحد منا ينام أحياناً ربما في الصحراء ثم يستيقظ فلا يجد مثلاً نملاً أو شيئاً من الحشرات قد دخل إلى أذنه ودخل إلى أنفه وكذا، إنما يجعل الله تعالى عليه من يحفظه إلى أن يصبح. وكذلك يحفظ الإنسان عندما يصيبه آفة أو يصيبه أذى، إلا إذا جاء أمر الله تعالى بالموت تخلت الملائكة عنه حتى يصيبه ما كتب الله تعالى له. هذا أيضا من وظائف الملائكة. من وظائف الملائكة أيضا تتبع مجالس الذكر مثل هذا المجلس، أسأل الله أن يجعلنا كذلك. من وظائف الملائكة أيضا العبادة لله جل وعلا، يقول عليه الصلاة والسلام: البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون ثم يخرجون منه آخر ما عليهم، يعني لا يعودون إليه ليوم القيامة. هذا البيت المعمور بيت في السماء جعله ربنا جل وعلا، وأمر الملائكة أن تزوره، كما أننا في الأرض نزور بيت الله في الأرض الكعبة. فيدخل هذا البيت في كل يوم 70,000 ملك فيصلون ثم يخرجون، ثم من غد يدخل 70,000 ملك آخرون فيصلون ويخرجون، ثم من غد يدخل 70,000 ملك آخرون، يقول عليه الصلاة والسلام: آخر ما عليهم. وهذا يدلك أيضا على كثرة عدد الملائكة. المسألة الثالثة: ما علاقة الملائكة بالبشر؟ وما علاقتهم بالأنبياء؟ أما علاقة الملائكة بالأنبياء فهي طويلة كثيرة. من ذلك أن الملائكة ينزلون بالوحي إلى الأنبياء، ومن ذلك أن الملائكة ينزلون لحماية الأنبياء،
يقول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. وذكر الله تعالى ثلاثة أعداد، قال بألف من الملائكة، ثم قال بثلاثة آلاف من الملائكة، ثم قال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بكم؟ بخمسة آلاف من الملائكة. فيؤيد الله تعالى رسله بالملائكة إذا شاء جل وعلا، يؤيدهم بالملائكة يقاتلون معهم. وهذا قد حدث في معركة بدر، إذ في البخاري أن بعض الصحابة كان يلحق رجلا من المشركين ويسمع وراءه صوتا يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. قال: فلما رفعت سيفي لأقتل هذا المشرك فإذا رأسه يطير. قال: فعلمت أنه قتله ملك من الملائكة. فهم يقاتلون مع هؤلاء الأنبياء ويحمونهم، كما جاء في السيرة أن في معركة أحد بعث الله تعالى جبريل وميكائيل عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام وعن يساره يدافعون عنه في معركة أحد، والله جل وعلا يعصمه من الناس بمثل ذلك. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة، لما أقبل يوما يصلي عند الكعبة، كان أبو جهل قد أقبل إلى قوم من المشركين جالسين عند الكعبة، فقال لهم أبو جهل: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم وأنتم ساكتون؟ قالوا لهم: فماذا نصنع؟ قال: والله لئن رأيته يصلي أمامي لأطأن على عنقه. فلم يلبث أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكبر يصلي، فأقبل إليه أبو جهل ليضع قدمه المنتنة على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما اقترب منه أبو جهل وكاد أن يرفع قدمه صاح أبو جهل بأعلى صوته وصار يتقي شيئا أمامه، ثم رجع وراءه يمشي القهقرى إلى الخلف. فلما وصل إلى أصحابه وإذا هو متغير الوجه، فقالوا له: ما عندك؟ فقال لهم: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة وأجنحة. والله تعالى ذكر خلق الملائكة فقال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لو دنا مني لانتزعته الملائكة عضوا عضوا، والله كانت تجد أصبعا من هنا وأصبعا آخر من هناك، لو دنا مني لانتزعته الملائكة، اتقطعه الملائكة عضوا عضوا. وهذا من دفاع الملائكة عن أنبياء الله تعالى ورسله. وذكر ابن كثير لما تكلم على قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إلههم مع الله، ذكر أن ابن عساكر ذكر في تاريخ دمشق أن رجلا كان يكاري على دواب له، يكاري يعني يؤجر، فينقل الناس من دمشق إلى الزبدان، فأقبل إليه رجل يوما وركب على بعض هذه الدواب وضع متاعه معه وقال: احملني إلى الزبدان. فلما كانوا في وسط الطريق قال هذا الراكب للرجل، قال: خذ من هذا الطريق فإنه أقرب. قال: ما أعرفه. قال: أنا أعرفه، هذا أقرب. فلما دار إلى هذا الطريق ودخل وإذا بهذا الرجل يأمره أن يتوقف، فظن أن يتوقف لقضاء حاجة فتوقف، فنزل ذلك الرجل وسل سكينا معه واقترب ليقتل هذا سائق الدواب، ليسرق الدواب ويسرق المال الذي معه. فأخذ الرجل يترجاه ويصيح، قال فأشار له إلى قتلى في حفرة، قال: كل هؤلاء قالوا مثل كلامك وقتلتهم. قال: فأنظرني حتى أصلي ركعتين. قال فكبر يصلي وقرأ هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إلههم مع الله، قليلا ما تذكروا. قال فقرأتها فإذا أنا بفارس قد أقبل من أعلى الوادي على فرس أبيض معه حربة، فرماها حتى وقعت في صدر هذا السارق فقتله. يقول فتعلقت به، قلت له: من أنت بالله عليك؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة. هذه ذكرها ابن كثير، وفيها دلالة على أن الله تعالى قد يبعث الملائكة إلى من شاء من عباده. وفي صحيح البخاري
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن 3 نفر ممن كانوا قبلنا أعمى وأقرع وأبرص، قال أرسل الله تعالى ملكا إلى كل واحد منهم. إذا ممكن الملائكة تأتي تكلم البشر، فجاء هذا الرجل ملك على صورة رجل إلى الأقرع، قال له أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وأن يذهب عني هذا الذي حقرني الناس له. قال فمسح على رأسه فصار له شعر حسن. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حاملة. ثم جاء إلى الأعمى، أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله بصري، فمسح على عينيه فرد بصره. ما المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة حاملة. ثم أقبل إلى الثالث، أي شيء أحب إليك؟ قال جلد حسن وأن يذهب عني هذا الذي حقرني الناس له. قال فمسح على جلده فصار حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطاه ناقة حاملا، إلى آخر الحديث. ثم جاءهم هذا بعد زمان الملك وكان له ما كان معهم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في البخاري أيضا، قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته إيش؟ ملكا. المدرجة يعني الطريق، كما يقال مدرج الطائرات، يعني طريق الطائرات. أرسل الله على مدرجته ملكا، فقال له هذا الملك إلى أين تذهب؟ قال إلى أخي أزوره. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ إلى آخره. فهذا يدل أن الملائكة قد يبعثهم الله تعالى إلى بعض البشر، يبعثهم إلى بعض البشر إما لإعانتهم وإما للدفاع عن المؤمنين والقتال معهم أو لغير ذلك. ولا يعني أن الإنسان عندما يرى شيئا، يعني ربما بعض الناس يبالغ ويبدأ يتخيل ملائكة معه دائما، لا، لا ينبغي الإنسان أن يفتح على نفسه الباب. لكن نحن نتكلم عن ما ذكره أهل العلم من أن الملائكة لا يزال اختلاطهم مع الناس مستمرا، فقد ينزلون متى شاء الله تعالى، قد يؤيد الله تعالى من شاء من عباده بهم ونحو ذلك. لكن لا يعني أنك ربما في البر لوحدك أو في طريق ترى شيئا معينا ثم تقول آه إذن أنت ملك من الملائكة، لا، لا يعني هذا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر الجيلاني بالمناسبة رجل صالح وهو دفن في العراق، لكن يعني عددا من المتصوفة حصل عندهم غلو فيه ورفعوا قبره وتبركوا به، وهو لا يرضى مثل ذلك، ورجل موحد لكن وهو رجل صالح عبد القادر الجيلاني، لكن لا يجوز أن يدعى من غير الله ولا أن يستغاث به من غير الله، الدعاء لله تعالى والاستغاثة به وحده جل وعلا. فالمقصود قيل إن عبد القادر الجيلاني، وهذه ذكرها شيخ الإسلام عنه في الاستقامة، قال إنه ضل مرة في الصحراء، قال فجهد وعطش، قال فرأى مثل الأنوار فوقه، قال وإذا صوت يقول له يا عبد القادر الجيلاني أنا ربك، أو قال أنا ملك من الملائكة، أخبرك أن الله تعالى قد أباح لك ما حرم عليك، خلاص كل شيء حرام تراه بالنسبة إليك حلال بما أنك عابد وصالح وتقي وصاحب عبادة، خلاص إن الله قد أباح لك ما حرم عليك. قال فأخذ عبد القادر الجيلاني حصا من التراب وقال أعوذ بالله، اخسأ يا عدو الله، ورمى هذا ثم انطفأ عنه. قال فسمع صوتا يقول يا عبد القادر نجوت مني بعلمك، ما هو بكثرة عبادتك، بعلمك، لقد أضللت بهذه الحيلة 70 عابدا قبلك. وإذا هو الشيطان تمثل له ليضله ليجعله يقع في الفواحش ويشرب الخمر على اعتبار أنها أصبحت حلالا. فأثنى شيخ الإسلام على عبد القادر الجيلاني من هذه الجهة. فالمقصود أنه قد ينزل أحيانا بعض هؤلاء الملائكة إلى من يشاء الله جل وعلا من عباده، لكن كما ذكرت لا يعني أن الإنسان يبدأ يتخرص في ذلك، هي أمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث وذكر نزول الملائكة، لكن الله جل وعلا أعلم بكيفية ذلك، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن أن نؤذي الملائكة، وذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تلعن بعض من يقع في بعض المعاصي. ف
فمن أذى الملائكة أن يأكل الإنسان ثوما أو بصلا ثم يأتي يصلي، وفي معنى ذلك كل رائحة خبيثة. يعني مثلا لو إنسان ربما دخن قبل الصلاة وصارت أنفاسه فيها رائحة تدخين، وربما ثيابه فيها رائحة تدخين، ثم دخل يصلي، هذا شبيه بمن يأكل ثوما ثم يدخل يصلي، إلا أن يكون الإنسان إذا أكل ثوما أو كذا إذا غسل فمه ويعني أكل شيئا حسنا يزيل هذه الرائحة من نعناع ونحوه، هذا لعله أن يزول عنه إن شاء الله تعالى. فهذا أيضا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في عدم جواز أن نؤذي الملائكة بمثل ذلك. وذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: كل رفقة يكون معهم جرس ونحوه يصحبهم شيطان. قال: وكل رفقة يكون معهم ذكر يصحبهم ملك. بمعنى أنك أنت لما تكون في رفقة في سفر، ثم ربما مثلا يعني الإنسان لو شغل معازف وكذا، هذه لا يصحبه ملائكة، ملائكة لا تحب هذا الصوت، هذا يصحبهم شيطان. قال: فإذا كانوا أهل ذكر صحبهم ملك. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح قال: إن الملائكة تلعن من يسب أصحابي. وهذا أيضا مما يحذر منه عليه الصلاة والسلام، من أن يتنقص العبد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عليه الصلاة والسلام أيضا قال: إن العبد إذا كذب كذبة، والحديث حسن وبعض العلم ضعفه، قال: إن العبد إذا كذب كذبة نأى عنه الملك حتى يكون منه على بعد كذا وكذا. قال: من شدة نتن ريحه. يعني الإنسان إذا كذب ربما خرج منه نتن لا يشمه البشر إنما تشمه الملائكة، فيبعد عنه هذا الملك بعدا كبيرا حتى لا يصيبه مثل هذا الأذى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذا من الملائكة، يراعي ذلك. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الثوم والبصل أحرام هو، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: غير أني أناجي من لا تناجون، أو قال: غير أني رجل أناجى. يعني أنا جبريل يناجيني ويقترب مني وهو يتأذى برائحة الثوم والبصل فأنا لا آكله، دل هذا على أن أكله حلال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكله لأجل مقام النبوة عنده عليه الصلاة والسلام. الملائكة أيضا لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وإذا لم تدخل الملائكة ربما دخلت الشياطين. والمقصود بالصورة هنا، هل هي المقصود بها الصور العادية، الصور الموجودة في البطاقة، الموجودة في الجواز، الموجودة في الفلوس، أم المقصود بها الصور المصورة بالكاميرا التي للذكرى ونحوها مما ليست ضرورة، أم الصور الموجودة في الجرائد، أم المقصود بها الصور المعلقة على الجدران لذوات الأرواح، أم المقصود بها الصور التي على شكل تماثيل؟ الأقرب والله تعالى أعلم أن المقصود بها التماثيل، ويلحق بها الصور المعلقة على الجدران على قول بعض أهل العلم، وإن كانت ليست ذات ظل، لكن أجمعوا على تحريم التماثيل. لما الإنسان يضع تمثالا على صورة حصان، على صورة غزال، على صورة ربما يعني، أو ربما كان هذا التمثال على صورته هو أو على صورة بعض أبنائه ونحو ذلك، هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تكسر مثل هذه التماثيل. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أيضا إذا كان الإنسان عنده كلب، وهذا الكلب ليس لأجل حراسة وليس لأجل صيد وليس لأجل رعي غنم، وهذا الذي رخص فيه هذه المواطن الثلاث فقط، أن يكون عنده هذا الكلب فقط يعني للتسلية ونحو ذلك. وهذا أيها الأفاضل يعني مع الأسف بدأ ينتشر عندنا اليوم. يعني أنا كنت أقرأ مرة تقرير عن قبل 10 سنوات، قرأت تقرير عن الدنمارك، عدد سكان الدنمارك 4.5 مليون، عندهم 600,000 كلب، 600,000 كلب. يعني كل يعني لا تقول كل 10، ربما كل عائلة، لأن 4.5 مليون فيهم الأب والأم وربما طفل أو طفلين، فلما تقسمهم على عدد عوائل يكون أقل من ذلك. هذا بلا شك يا جماعة أنه مشكلة. يعني وأنا سألني شخص قبل فترة يقول: يا شيخ، إن أخي هوايته تربية القطط والكلاب. قلت: كيف يعني؟
قال يعني يا شيخ عنده 13 كلباً و23 قطة يربيهم في الحوش. يقول ويذهب إلى الأماكن التي تبيع الدجاج المذبوح ويأخذ منها بقايا ما ينظفون داخل الدجاجة أو ربما الكبد ونحو ذلك والرأس والأرجل، يأخذها كل يوم يجمعها كأنه ينفق لها على ضعفاء وفقراء، يجمعها ويأتي ويطعمها بها. يقول فصارت هذه الكلاب تزعج الجيران بنباحها، فذهبوا فصل لها أقنعة. ما حدك الله يا أخي تقعد تتعب على كلاب؟ يقول ففصل لها هذه الأجنحة هذه الأقنعة، وصار كل يوم يأتي إلى كل كلب ولبس قناع ويربطه حتى يغم فمه إلى الصبح بكرة حتى ما يزعج الجيران، هذا بلا شك يطرد الملائكة. قل طيب يا ابني ما الذي حصل بعد ذلك؟ هي موجودة الآن؟ قال لا، لما كثرت وهو متعلق بها ذهب أبي واشترى لها استراحة. والله شر البلية ما يضحك، اشترى لها استراحة، 13 كلب من 60 كلب راح يشتري لها استراحة، وحنا لو بنطلع مع عيالنا باستراحة رحنا ندور استراحة الرخيصة. يقول فاشترى لها استراحة وضعها فيها الآن، فما الحكم في ذلك؟ وبدأ ترى هذه الظاهرة مع الأسف اليوم، يعني ربما بعض أبنائنا تراهم أحيانا في بعض الشوارع يعني يمشي وهو لابس لبس يعني ليس لباسنا الذي اعتدنا عليه، ومعه كلب من هالكلاب الصغيرة اللي عليها مدري إيش ريش وشكله مقصص ومصلحة ويجره بسلسلة، هذا أكيد أنه سيعود به إلى بيته ربما نام معه في فراشه، أكيد أنه لن يرميه في مكان بعيد في الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، الإنسان الذي في بيته كلب لا تدخله الملائكة، من احترامك للملائكة ألا تفعل مثل ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام من احتبس كلبا، من احتبس كلبا غير كلب حراسة أو صيد أو رعي انتقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد. هذا يدل على عدم جواز أن يربي الإنسان هذا الكلب، لأن هذا الكلب أيضا يتسبب في أن الملائكة لا تدخل إليه بيته. هذه كلها أيها الإخوة والأخوات من علاقتنا مع الملائكة، وهؤلاء الملائكة يوم القيامة يخالطون المؤمنين في الجنة كما قال الله جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أيضا ينزلون عليهم عند الموت، وأيضا الملائكة يتلقون المؤمنين في الآخرة، يتلقونهم عند دخولهم الجنة، يتلقونهم في يوم القيامة. الملائكة لا تزال علاقتها بنا سواء ونحن في الدنيا أو عند الموت أو في القبر أيضا عندما الملائكة تسأل الإنسان عن عمله، أو كذلك في الآخرة عندما يقدم الإنسان عند الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر الإيمان في قلوبنا.